سيداتي أنساتي سادتي مخداتي وأسادتي، اليوم عندنا لفة حلوة على تذكرون مديت أحمد خطاب، والله مسكين ما سبينا على سالفة، والله يعني حرام هيك ومحترق. بس شوف المدينة هاي على فكرة، من كبر اللعبة تشوفوا مكبرها، من كثر ما بنينا قامت تسوي اللعبة ثقيلة وايد. شوفوا كنا مسوين هاي المنطقة اللي هي فوقها جسور ودنيا وهذا الكورنيش، نظرة حلوة الصراحة. يعني ما فعليا احنا ما نقعد نطالع وايد مدن، يبانا نسوي نظرات خفيفة على المدن. شوفوا محلاء المدينة، والله مدينة جميلة جميلة جدا جدا جدا، يعني انت نحب المدينة الصراحة، لذيذة. ودكم تحطونها في صمونة وتاكلونها الصراحة، مدينة حلوة. زين خلني احطي بس هني مال شارع وسيدين، وبنحطي سيارة، مش سيارة، هاي مال الحرق، بحطي بزيادة هاي الحين لأني كنت ناوي أوصلهم في بعض، بس موضوع شبه منتهي، الجماعة عالقين هني في الزحمة. هو الزحمة كيف شوفوا، بحلها بعدين ما عليهم مشكلة. الخبيه مشكلة كلهم يلزمون سيد واحد، يعني على كثر ما وسع الشارع هم يلتزمون بشيء معين، هاي المشكلة عندي في المدن. هني عندنا الآن تزيد قيمتها شوي، نحطي لهم حدايق، نحطي لهم منتزهات، هالسوالف. المكان ناشف مرة، بور ما في شيء، نحطي لهم شوي شغلات، خلي الناس تستانس، خلي الناس تستانس. كله لازم فلوس 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 فلوس، يعني ما يستوي يعني. زين بحطي، ما عندي تعليم هني زيرو. انزين بحطي اللي هي مال خدمات المقابر. لحظة، واحد اثنين، هاي مشكلة شوي، مشكلة في المنطقة مسوي يعني. ثلاث، هذا على الدوار، لا اربع، اوكي بسم حطي لهم مقبرة حق الزيارات، كان عندنا هني صح؟ ايه مكان ضيق، مكان زي قوي يعني، زي ضيق مش زي ضيق. انزين تري تري، بنحط وحده هني، وحده ما نبغى اكثر، بنحط لنا حديقه هنا، وحديقة بنك مخرب عليه، ما عليه بحطه هني مش قضية، ما هي بقضية الأخرى العشرين. حطي هني حديقة عودة وحديقة أكبر، حتى هالمكان ما يكفيهم الحدائق اللي فيها، هنزيد حديقة حديقتين ما عليه. هني خلو هاي المدينة العجيبة هاي السعد الهادري، أنا حد قال لي إن الشوارع هاي قبيحة، أنا ما أعرف بس أحسهم حلوين حلوين. شوفوا ما في حد، ما في زحمة، باصات ودنيا و... لحظة خلنا نحط لهم هذا، واحد اثنين ثلاث يكفي أظني، يبالي بعد واحد، بعد واحد، اوكي بكفيهم بزيادة المفروض. طيلهم مقبرة هني، اوكي شوي تعدلت زحمة القطارات ترى على فكرة، من سويت ريست حق الزحمة. انزين شو بعد ناقصنهم هني، ناقصنهم موظفين، الموظفون والموظفات انهم مشتاقون للعمل. زين خلنا نبني بيوت 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 بيوت، عدة دوامات، بيوت قريبة، تي صيانة عامة، نظرة. خلنا نشوف الحديقة اللي لازم نرد. شوف والله حلوة المديرة ترى،
والله شكل الخريطة حلو من فوق. نايس. أخبار كهرباء مي. والله بعده تمامه. هاي الحديقة احترقت ولا رديت بنيتها صح؟ ايه حديقة ملتعنة مش اسمها احترقة. بزيدها لعبة، بزيدها لعبة. وين الملاهي؟ بنحطي لها نقازية هني، وبنحط شيء خفيف يعني، ما بسوي شيء، بسوي شيء خفيف، مش ما بحط وايد العاب وهذا، لا شيء خفيف، بس شيء خفيف يعني، انه ازيد شوي من الحديقة، اسوي فيها مكان الناس تجي تلعب. يعني الحديقة هاي لها زوار الصراحة، بس نحتاج نزيد شوي الالعاب وهالسوالف داخل اساس الناس تجي يعني. بنحطي مال فناجين، مال فناجين هني صغيرون اصلا. بنحطي لهم هالاركيد بوث والجيم بوث، هذا الجيم بوث اسمه جيم بوث الثاني اللي هو جيم بوث 2 اللي هو نفس الاركيد. طبعا حمامات، محل هدايا، مكان صغيرون وملموم يعني، حليو يعني، مش سيء ابدا. هلا نزيد شوي كراسي هني، حتى كراسي هني الناس تقعد، خلي الناس تستانس. ليتات في الوسط مش عشوائي، ابو العشوائي هذا، مش تخبيص، ابو التخبيص، لكن ما نزيد شوي يعني. انزين هذا بعد مهدوم، ريبلد. تعالنا حديقة لداخل بعدها، نايس والله، مسوي حديقة زينة انا هنا. وباركناتها شوي عشوائية هي، بس حلوة يعني، مش احس زينة يعني. خلينا نحط بيوت هني، ما في زحمة، بنحط بيوت، بنحط لنا بيوت طوال هني. عماير صغيرة بتطلع، فنان عماير صغيرة، فنانة ترى، ما ادري كم وحدة بتطلع هني، بس اللي بيطلع هني بيستانس، مكان حلو بيكون هني. اوكي بس لا، هاي عماير بيطلع وايد صغار، قبيح شوي بيكون. خله هني، وخلي هني عماير يستقبلون الجسر. هاي الأكثر ناس مزعجين متضايقين في حياتهم بيكونون، لأنهم جايين من دينة آدم. برد أشتغل على المدن كلها، حتى آدم هاي لازم أكبرها، لازم أسويها كل المدن شوي شوي، في تغييرات لازم تستوي. إنزين بكبر الصناعية هني شوي، وبأكبر الصناعية من غير ما أمر على هذا. لحظة، نسوي صديقنا الصدوق 12. لحظة، إذا هذا ما يمشي شو بسوي؟ بس لازم أكبر الصناعية لأنه ما في مكان. بكبر الصناعية من وين؟ من مكان ثاني، أو ممكن أسوي صناعية كاملة جديدة، بس الصناعية مشتركة يعني صح؟ سوي هني، احد كان في شيء هني في بعض الثروات كان موجوده صح؟ ما في شيء كثر المكان. انزين ها، معناه مكان حلو حق صناعيه. اوكي انزين، اللي حق الصناعيه العاديه. انزين بسويها هاي سيستم القديم، ابى استفيد شوي من المساحه، وبطبق عليها سيستمنا الاولي، سيستم ال، لحظه خلنا نشيل هذا الكهرباء من هذا الطريق الى هذا الطريق، ونلغي الكهرباء اللي هني على اساس نقدر نحط مدينة على راحتنا من غير ما نزعج. بس اوكي هذا ما بيزعجنا الحين. زين
بنحط الشارع طولي هني بيكون في استغلال في المساحة. اوكي شوف الخط خلوه عادي مو مشكلة برايه، بستغل المساحة الحين بس بنخلي كل شيء مكانه يعني. اوكي بسوي الشارع بالطريقة هاي لين فوق، هاي الشوارع الرئيسية مال المكان. الشوارع الداخلية طبعا كلها كروس، مش كروس اللي هو مربعات. اوكي مربعات وانت تخرج بالشكل هذا. هني كذلك نفس الشيء، بس هني ما نحتاج مخرج زيادة، نحتاج مخرج هني بس. هني بنفس الطريقة، والله مر من تحت الكيبل. كفو عليه الصراحة، كفو عليه والله. انزين هذا بنقسمه الطريقة هاي، طبعا شوي مشربكة تحسونها بس احسن. ها بنشبكه هني، وهذا بنشبكه في هذا الشارع هذا، وبنسوي شارع نفس هذاك وباص يوصل بين الاثنين. اوكي هلا ننزل عدل، ننزل هني space already occupied wait براية بهدمه شو يعني، بنهدم الكهرباء بنحطيها هني. مو بجيد، لا خلنا نرفع شوي. ايوه الحين 200 200، الحين 200 200. انزين بكمل الشارع واثنين، ما بسوي اكثر بس. والحين الشيء الفعلي اني اوصل هذا بالشارع الثاني. هذا شوي لحظة، 12 11 11، لحظة بدون هذا ويت، هذا هني هذا هني بالطريقة هاي. لا هذا جيد جدا، جيد جدا جدا. انزين والحين نبى، شو الزحمة على المحطة؟ والله في زحمة تصدقون، في ناس قاعدة تروح وترد. انزين هاي الصناعية اساسها تطلع مدينة احمد خطاب. التعديلات هاي ترى الحين التعديلات اللي تستوي كلها بين مدن بشكل شوي كبير يعني، مش لازم بوصل بين مدينة ومدينة في الخدمات في الصناعية في كل شيء إجباري يعني مش. أيوة أنت تعال لين الصفر. أوكي 200 200 200 200. إنزين خلنا نسوي لها ماي، والله معظم الماي متغطي يعني ممتاز. ممتاز جدا. اوكي ممتاز، هاي الصناعية بتكون مشتركة بين المدينتين، واللي هو شيء ممتاز يعني. اللي يحتاج بضاعة يشلها من عند الثاني. بعدين في قطار هني حق بضايع اللي هو بيحللنا بعض الامور يعني، كزحمة كهذا ك ليش ما في مدخل من الهاي واي، ليش في هذا ليش في ذاك. وانا نسيت منطقة كاملة احط لها شارع، ترى ادري زيارة وصيانة و ممتاز. بنحط لازم شارع في الوسط ما ينفع بالطريقة هاي. حطيلك انت الطريقة هاي، وانت بنحطيك
ما تنفع بس خلاص. انزين خلينا نحط الصناعية هني تحت الاريال، مو عندنا مشكلة اي مكان صناعية امورها طيبة. لا هني مو بحطي ورا محطة الوسط، اوكي قدام لا. اي زين خلنا الحين نشوف شكل المكان، والله حليب شكل المكان بيطلع، بس يباله هني وهني اما بحطي. والله حلو الصراحة، يعني صناعية كبيرة وبتخدم ترى، لا تقول ما بتخدم حد، بتخدم الصراحة خدمة طيبة بتسوي. زين خلنا نحط التفرع هاي وي يدخل هني، ما جربت ابى اجرب. اجيب شارع من هني؟ لا من هني لين هني، بس هذا اوريدي تقاطع ما يصير زحمة، ما اعرف. خلنا نجرب، خلنا نجرب بعرض الشارع هذا مع بارير بحطه بس المدينة أربعة يطلعون مدخل ثلاثي. هاي الشاحنات اللي تبى تدخل المدينة، حسن مدخل ممتاز والله بيختصر وايد. أبى أسوي مخرج من هني، حق المدينة بيكون وحق شو اسمه حق المدينة والله فنان بيكون. ها مخرج حق المدينة وحق الصناعية، يعني ممكن هم يجون من الصناعية هني يطلعون، ممكن يسوي زحمة هني بشله، بس على الأقل ما بيخطفون في مكان ثاني يجيبون فيه العيد. انزين هاي اللي يحتاجون ناس موجودة، بس الناس ما تبتي. أنا شو أسوي؟ ناس ما تبتي تبني، أنا شو أسوي لكم؟ يعني ما في إيدي شيء، يعني ما في إيدي أي شيء. زين مو مشكلة مو مشكلة، خلنا نحط هني نحط هني نحط هني نحط هني نحط هني نحط هني وهنا. انزين بعد عند أحمد خطاب بنحط هني، بس أحمد ديت أحمد خطاب شو المشكلة فيها؟ ما في تعليم. فالحين حط بيت هني، اوكي مش بيت سوري، مدرسة. بحط مدرسة هني، حط مدرسة هني وهنا هو بعد كمان هني. زين ممتاز. هاي ما عندهم ماي، لحظة خل احط لهم ماي. اوكي يكفينا اظني ابتدائيات الحين، خلينا نحط مدرسة هني. ممتاز ممتاز، تقريبا شبه ممتاز التغطية الحين، شبه ممتازة الحين. شو بحطي الثانوية؟ الثانوية والي الثانوية، مشكلة تصميم المكان تعبان صراحة الصراحة، نتكلم كلمة حق. جامعة مو عندهم ولا جامعة هني، بنحطي لهم جامعة. الجامعة حتى الجامعة متصل داخل، ليش؟ إلا شوارع اتجاهين بس، تصميم المدينة ترى مش صحة، هذه المشكلة الفعلية. انزين ولا يمكن في وايد زحمة، وهاي كلها مجموعة ناس راح تغطي، بس مش مشكلة عادي يعني. انزين والشرطة شو وضعها؟ شرطة زيرو يا حبيبي، يا حبيبي على الشرطة. شرطة شرطة انا ما اعرف ليش يتطلب مني هذا كله، لكن بنحط شوية اماكن، مش لازم كل مكان 100% امن يعني، مو مشكلة عادي يعني. بعض الاماكن غير امنة 100% على تمشي الامور يعني، لازم ينتبهون على نفسهم بس اخر الليل ما يطلعون ما يتمشوا، بس اسوي تنبيهات في الراديو وامورهم تمشي، ما في قضية ما في قضية. انا المنطقة تعجبني صراحة، احس انه بدعنا فيها. انزين مكان نفس هذا حلو فنان كل شيء، ليش ما في عماير؟ ليش ما في ناطحة سحاب؟ ليش ما في فندق؟ ناس يا ستي وايد،
زين، فخلنا نكتب هوتل ونشوف شو نقدر نحصل لعمارة حلوة هني. أحس هذا بيكون مكانه حلو على الدوار هذا يعني. لازم شي مرتب. زين، بما أن نحن عندنا بحر نفس هذا وشارع نفس هذا، خلنا نسوي مكان فندقين. ما ادري اذا بيبني نفس الفندق مرتين. عندنا مشكلة في هالموضوع ترى، نبني نفس الفندق مرتين. زين، مدخل المدينة، هل عندنا فندق؟ ان شاء الله يبني نفس الفندق مرتين. لا ما يستوي، ما يصيرش. اساس يكون في شيء. المدينة ناشفة، مدينة ناشفة يعني، ودي ارشها بماي انا يعني، مثل ما هي ناشفة، وايد ناشفة المدينة. فلازم ادور لها حل دبلوماسي. الوضع بالطريقة هاي ما يمشي صراحة يعني، وضع نفس هذا ما يمشي ابدا. انزين، خلونا نعطيه ماي. ماي هني، ونبى ماي هني حق الجامعة مال المدرسة. انزين، يعني وهاي بعدهم ما بنوا لأن ما في احتياج تجاري فعلي، فبنسوي احتياج تجاري بسيط. دكاكين هني، والدكاكين بيدقونهم سلف. والله الفتحة أحسها ممتازة، الناس قاعد تي حق الفتحة هاي يعني. في صناعية هني وفي صناعية هني، فا أوريدي عندنا وايد أراضي صناعة. كيف نحصل كهرباء؟ والله بالحظ. إنزين، هاي المحتاجين بعد حدايق في النص، وغير حدايق عايشين يعني. وضع المكان مش اوكي، احس الوضع تعبان جدا جدا، تعبان المكان. يمكن لان اول مدينة بديناها وما ردينا، ما ردينا لها. ايوه، بس المدينة ترى حلوة انا كتشكيلة، هيكلة على البحر جميلة الصراحة يعني، ما في حيلة الصراحة، حلو شيء فنان. هذا عندهم هني حرامية. لحظة، أنا أظن عدد السكان يلعب دور كبير في مراكز الشرطة وهالسوالف. أنا ما أذكر بالضبط شو كانت، كان لها حسبة بس ما أذكر حسبتها كيف بالضبط، بس أن لها حسبة. وأردي إذا طلعوا كلهم، أيوة كلهم طلعوا يعني، عندنا مشاكل أصلا فعلا. صحيح، معناها فعلا يحتاجون، ما يستهبلوا علينا. بس المكان استوى يعني شوي، رفعنا خيمته، عدلنا المكان، صيانة عامة. سوري. مكان حلو يعني، حتى هذا مكانه جميل، كل شيء حلو. بس يباله مطار صح؟ نقدر نحط مطار، شو رأيكم؟ شوف عندي فلوس حق مطار، ما عنده هو فلوس حق مطار، بس ممكن نحط مطار بالطريقة هاي هني. نسوي شارع خلفي بالطريقة هاي، نسوي أربع شوارع بيت. اوكي، نسوي خط سيدة. خليهم يدخلون ويطلعون مهني، خلهم يستعملون الفلتر هذا، مو مشكلة. الحين نقدر نحطي، شبه متأكد أنا، سلوب تو ستيب، هاي مش مشكلة. بنعدل الأرض، بس كم سعره هو؟ مو بغالي، 150,000. 150,000 عليكم، 150,000 أمورها طيبة. لحظة، خلنا نسوي، وين هو أي مطار يستعمل سؤاله؟ عندنا مطار نحن هني، اشوف طيارات. هي هذا المطار يجون. اوكي، في مطار قريب بس بعد مش تابع للمدينة، فخلنا نسوي مطار حق المدينة نفسها. انزين، بنفرش الارض اللي هني والذي هنا. خلنا نسكر المينيو. اوكي، بس ما يبال اكثر. طريقة هاي، زين، اتي
مطار مفروض انه يركب بدون اي مشاكل. ابسط شيء هاد توستيب عادي، مو مشكله نحله، مش قضيه تحاتونه. بس نبغى بعد، احسه غلط المطار هنا، احسه غلط شويه. بس يبالنا قطار اصلا بين مدينه عباس. لحظه، هاي محترقه، كل شوية يضربهم شيء يحترقون. و يبالا شوف مدينة عباس محلاها. المدينة بشكل عام طلعت من مشاريع حلوة يعني. خلنا نشتري هالأرض عشان ما نحشر في الزاوية. هذا زين، هني ينفع حق مدينة جبلية، بس مش وقتها الحين. الحين وقتها نوفر احتياجات بعض الناس. حطي كم عمارة هني، ما في زحمة، خلهم يسكنون الناس على أساس نبا نحن نبا نعيد الحياة. مدينة أشرف الركبي هذا بعد يبالها مشروع كامل أصلا. مونوبوليس، أنا أحس السلسلة هاي مفروض توصل للنهاية خلاص يعني. شبه بسها خلاص يعني. نحن استغلينا، صح ان الخريطة كبيرة ممكن نسوي اكثر، بس احس يمكن اوقف السلسلة هاي، ما ادري. انا احس بعد ترى في وايد شغل يعني، لو تحاتون الشغل في وايد شغل نحن ما اشتغلناه ما سويناه. زين خلينا نشوف الحين الكارغو هب شغال، هاربر ما حد يستعمل هاربر الحين. عندي خدمات من كثرها احس الناس ما قامت تستعملها. زين خلينا نحط مدينة ولا عماير تجارية هني عند المترو والقطار وعند الصناعية. هاي ما قاعد يوصل لهم رو ماتيريال اصلا، ابدا ما قاعد يوصل لهم، مع ان الشارع ما في زحمة. لو تلاحظون المكان معدوم، شبه معدوم الزحمة. ممتاز الشارع هذا، كان مشروع ناجح اصلا من البدايه يوم سويناه. هذا اول شارع سويناه على فكره يعني، لو تذكرون. شوفوا حتى هذا التقاطع يبنى يسار، الناس تستعمله، يروحون الصناعيه. هني استوى عندنا صناعيه جديده ممكن يستعملونها، حتى ممكن تطلع من هني الصناعيه هاي. زين طلع الشارع بالطريقه هاي، وندخل شارع بالطريقة هاي. ساوند بارير شكله مش حلو صراحة، مش حلو ساوند بارير، ما نحتاجه برايه يعني. ممكن نسوي بالطريقة هاي، ناس تدخل دايركت على الصناعية هاي وتطلع يعني مباشرة، تدخل وتطلع، ما عندك مشكلة. ناحية هذا التقاطع يعتبر مش كامل ترى، بس حرام احط هني تقاطع. بس خل بس هني إن في جسر، ممكن لحظة، مش ممكن، الأفضل إني أحطي هذا الناس تدخل، هي يدخلون وين ما يبون، والناس تهني تطلع، بيطلعوا من هني، بياخذون لفة لورا على يسار، بيطلعوا ما عندهم مشكلة، بس أهم شي يدخلون الحين المدينة. شوفوا يدخلون من هني، وزع الزحمة على مدينة أحمد خطاب. هني في زحمة ليش؟ ليش الناس توقف هنا؟ في حادث في شو؟ ما الناس اللي تبى تلف مين تخرب؟ اوكي المفروض هاي عدلنا شيء المشكلة، ان هذا بس يمين يلف، المفروض يروح مسيدة. اوكي نايس. ابا رايكم، شو رايكم في مدينة احمد خطاب؟ هاي كانت نظرة على المدينة، نظرة على مدينة أحمد خطاب. أنت مطلع أكثر من مدينة في الحلقات الجاية حسب كمية الصيانة المتطلبة للمدينة يعني. أنا هاي الحين ما حسيت يبالها صيانة وايد. زين بس كل مدينة بنمر عليها بنعدل شيء. خلينا نحط الفندق من المطار. بيلدينج اوريدي اكزيست، مرة محطية اشو يا حبيبي.
زين هذا لنا شيء برش عرفته. لحظة في عنا مومباي تاور. مومباي انا احطيه على مدخل المدينة هاي الناس تدخل. زين هاي الاسرع حق مطار يعني، لكن حسيتهم حلوين بيكونوا على مدخل المدينة. لحظة بنحطي لنا برجلي بنحطيها شو ميلتري وش تور لما نبغى. خلصنا من الجيش، اخترنا العلاقة مع الجيش خلاص. اشو والله انا منزل شغلات حلوة ترى بس ما طالعها. هاي مال افتر دارك اظني، وايد حلو فنان. حطيناه بنحطي يبانا هذا على مدخل المدينة صح؟ لا والله فنان بيكون هذا على مدخل المدينة. يا حبيبي على البرج، شوف المدن قام يطلع فيها ابراج، الابراج تشوفونه من بعيد ترى. شوف البرج هذا يبين من كيلو يعني انه برج، والله انه برج محترم، برج محترم في نص مدينة تحت الخطة. انزين بنحطي لنا رولكس تاور بعد مش غلط ابدا. بدنا نحطي هذا، ما عندي فلوس 110,000. اه اوكي 110,000 عندي، 110,000 ولا مليون وكم؟ اوكي عندي 110,000. ها كم 118,000. الله هم مش عايبينك الفلوس هاي يعني ولا كيف؟ كيف خلاص ما بنحطك برايك. انا حطي مصنع سيارات هني. عجيب ابو ملعب بعد. لحظه خلينا نحط الملعب. الملاعب كان يا اصدقائي هنا، حط الملاعب هني، ملاعب هني، ملاعب هني، ملاعب سلة، ملاعب خل شعب رياضي يطلع يعني. لازم شعب بس حدائق 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 وياكل سندويتشات. خلوه يطلع شوي رياضي صحي. والله الصراحة مشروع ناجح هذا، حلو الملاعب كثرتها زينة. تجيب الناس بعد نبى الناس ترتاح شوي. اوه ماي باوند ماي، انت بعطيهم انا ماي هايل خبروني، اعطي ما اعطيهم ماي. المهم هاي كانت نظرة على مدينة احمد خطاب وشفناها على الطاير. ابى رأيكم افكاركم وشو تفكرون وشو تشوفون انتم، ونشوفكم على خير في حلقة ثانية ولا قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.